بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. معكم المهندس عماد جرادات. الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى في سلسلة هذه التسجيلات، طبعا راح نحكي عن اللي هي مادة اللي هي الكنترول اند سيجنال، اللي هي السيجنال اند سيستم. طبعا خلال هذه الدورة أو خلال هذه التسجيلات راح نتناول عدة مواضيع رئيسية، هي أول شيء اللي هي الأنظمة والإشارات، خصائصها وشو أنواعها وكيف نميز الأنواع المختلفة للإشارات والأنظمة. أيضا راح ندرس اللي هي الفوريير سيريز وخصائص الفوريير سيريز وشو معنى الفوريير سيريز، وراح ندرس العديد من هذه السيريزات، منها الترايجونومتريك فورم او الكومبلكس فورم، بالاضافه الى العديد من الاشكال المختلفه للفوريير سيريز. ايضا راح نتعرف على اليه اللي هي الفوريير ترانسفورم، هي عمليات التحويل الى فوريير سيريز. وايضا راح ندرس اللي هي خصائص الفوريير ترانسفير، خصائص عمليات التحويل الى الفوريير، منها اللينياريتي والتايم شيفتنج والتايم سكيلينج والفريكوانسي شيفتنج اند موديوليشن والدواليتي والديفرنشيشن والانتجريشن. وراح نركز على اللي هو موضوع مهم اللي هو الكونفوليوشن، وهو من احد خصائص اللي هو الفوريير ترانسفورم. ايضا راح نتعرف على اللي هو الفوريير ترانسفورم اوف سبيشال فانكشن، في عندنا وظائف او فانكشنات معينه راح نحفظ هاي الاشياء، انه راح يكون الفوريير ترانسفورم لها ثابت وراح تساعدنا في عمليات حل الكثير من البروبلمز الخاصه بالفوريير ترانسفورم. ايضا راح نتعرف على اللي هو الانظمه وشو هي خصائص الانظمه، منها الميموري ليس وذ ميموري، الكوزال والانتي كوزال واللينير والنون لينير والتايم فاريانت اند التايم انفاريانت والاستابيليتي والانستابل. متى يعني بقدر انا احكي عن هذا السيستم انه هو ميموري او ميموري ليس، كوزال او انتي كوزال، خطي غير خطي، ستيبل انستابل، وغيرها من الخصائص اللي بقدر من خلالها اميز هذا السيستم لاي خاصيه بتبع. واخيرا راح نتعرف على اللي هو اللابلاس ترانسفورم والانفرس لابلاس ترانسفورم، وراح نحل مسائل كثيره على هذا ايش الموضوع. وطبعا راح تكون هذا الكورس، راح يكون هذا الكورس غني بالامثله اللي راح توضح الاشياء الاساسيه بالنسبة لهذه المادة وهذه إيش الدورة. وشكرا.